لعب. دكتور مدحت العدل، مساء الخير. مساء الفل يا استاذ، ازي وانت لعيب كوره بقى يا دكتور، انت بتاع الكوره. بس هبقى لعيب ايه جنب اللي قاعدين قدامك دول؟ يعني هبقى لعيب ايه يعني؟ انا العب طاوله معلش، بس الكوره يعني. تحياتي طبعا للكباتن الكبار اللي معاكي، طبعا كابتن عبد الله والكباتن الكبار واحمد واحمد حجازي وكهربا، وبعدين ملاحظ التحيز اللي فيك اتجاه بقى كلهم اهلي. ايوه خدت بالك انت، ها خدت بالك. ايه يعني اعمل ايه؟ القلب ما يريد بقى، هعمل ايه انا؟ يا كهربا من فضلك ارجع كهربا الزمالك عشان يبقى في حد بالزمالك لو سمحت. حبيبتي تحياتي طبعا للاعيبه الكبار، انتوا اسعدتونا جدا جدا جدا، ولازم تعرفوا ان انتوا خليتونا سعداء على مدار 15 يوم بتاعت الدوره. والله والله رغم ان احنا امبارح كان نفسنا طبعا تكسبوا وترجعوا بالكاس، لكن تاكدوا ان انتوا كنتوا مصدر فخر وسعاده لينا لا تتخيلوها. انتوا يعني بجد اثبتوا ان انتوا رجاله وقد المسؤوليه، وفي الاول وفي الاخر نفس الروح اللي كانت موجوده امبارح دي للكباتن اللي عندك واللي بتوع الزمالك تبقى موجوده يوم الجمعه اللي جايه. ده ماتش في الاول وفي الاخر ماتش حبي ودي تكريمي، الروح الرائعه اللي شفناها وقلب الناس على بعض. اتمنى ان ده انا حاسبهم هم يردوا يا دكتور مدحت، ان شاء الله روح الفانيلا الحمراء هتبقى موجوده، وان شاء الله الاهلي هيكسب. بص يعني انا بحاول اعمل روح رياضيه وكده، مفيش فايده فيك يعني. ما اعمل ايه يعني؟ يعني انا احنا اصحاب، لكن روح الفانيلا الحمراء. ماشي 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 يا كباتن. زعلت يا دكتور يعني؟ بجد زعلت ولا ايه؟ طبعا ما فيش حد ما زعلش يعني، خاصة ان كمان الجون جه في توقيت صعب ان انت تعوضيه. صحيح. يعني لو جه مثلا 10 دقايق بدري بتاعه وجه في توقيت قاتل بالنسبة لنا، فاحنا يعني انت عارفة كلنا كان عندنا شعور كده طول الوقت ان ربنا معانا، ان احنا أيوة. هنكمل وهنكسب. صح. خاصة ان احنا لعبنا الشوط الاولاني حلو قوي، عكس يعني مثلا ماتش بوركينا فاسو كده، فما كانش فيه اي حاجه تقول ان احنا ممكن نتغلب، ممكن. فالجون لما جه التوقيت يعني احبطنا وكل حاجه في الدنيا، بس لما فكرنا بعقلانيه كده بعد المباراه، لا طبعا عملوا بطوله هايله جدا، وبعدين ثلاث دورات ما بنخشش من اصله، ونلعب اول دوره نرجع نلعب الفاينل، ولاعيبه معظمها باستثناء مثلا كابتن عبد الله وكابتن احمد وعصام الحضري، كل اللعيبه طبعا كابتن احمد حجازي كلهم كباتن كبار، بس لعيبه جيل يقدر يوصل كاس العالم ويلعب في الدورات الافريقيه اللي جايه، وجيل محترم، وبعدين روحهم الحقيقه كانت مبعث سعاده لينا، روح ولياقه وادب، والناس كلها اخلاقها عاليه، كانت حاجه تفرح يعني. لكن في الاول وفي الاخر قدر الله ما شاء فعل يعني. عايزين تردوا على دكتور مدحت؟ طبعا نشكر كل يعني طبعا المسانده اللي شفناها من بعد الماتش، يمكن هي دي من اهم حاجه اللي خلت الواحد برضه يعني خلاص زعل البطوله يروح يعني برضه لما بتقابلي مسانده وحب كبير والناس مقدره برضه ان الواحد تعب وكده، فدي طبعا بتهون على الواحد كتير يعني. كنا بشكره برضه ربنا يخليكم لينا يا كباتن. كهربا عايز يكلمك يا دكتور اهو. قول يا كهربا. كهربا يا جميل، تلاش برضو يعني، يمكن روح الفانيلا البيضاء برضو جاهزه برضو يوم الجمعه يا حبيبي. بس انا عارف اقول بس زعلت حقلب انا دلوقتي حقلب. على فكره كهربا ده لعيب عظيم. ده حقيقي. عايز اقول لك ان انا كاهلاويه كنت بنزعج جدا من الماتشات اللي بينزل فيها كهربا حقيقي. والله احنا مفتقدينه جدا جدا جدا، لكن احنا فرحانين برضو ان هو رافع راسنا جدا. ان شاء الله يفضل محترف على طول باذن الله. بس يا لمين كفايه عليه ويرجع لنا السنه الجايه بقى. وبعدين انا عايز اقول لك بجد كهربا رافع راسنا، انا بتفرج على كل ماتشاته، لان زي ما بتفرج على رمضان صبحي لما بيلعب مع ستوك سيتي، زي ما بتفرج على محمد صلاح. صحيح. فعلا دول سفراء لينا يعني. طبعا الواحد بيبقى فرحان بيهم، شباب مصري محترم وبيمثلنا خير تمثيل. ربنا معاكم، وان شاء الله كاس تعوض عنا وتوصلوا كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك دكتور مدحت العدل.